هذا قلتها للحكومة اللي هو رئيس المجلس الرئاسي، وقلتها في ديوان المحاسبة، واني مسؤول عليه الكلام هذا. انا ما فيش واحد لي بيستاذ احمد وقف عليا ومحتاج اللي ما عالجته رغم جميع مدن ليبيا. انا نقدر موقفك هو ونقدر انسانيتك، ليش؟ لكن هذه فوضى. خليني نكمل، لا خليني نكمل الجزئيه الثانيه نتاع استاذ احمد. انا ما مصرف ليبيا المركزي يقدر يقول لك انا اعطيك فلوس وانت اللي بزعجتهم في الكلام. لا لا بزعجتهم هم، لكن لا رجيني استاذ احمد، انا خليني لما تسالني اعطيني نكمل الجواب نتاعي، اسمح لي في النقطه دي. نعم، احنا استاذ احمد لما ننزلوا في تونس او ننزلوا في تركيا او حتى في المانيا نلقوا في ناس ليبيين يدوروا في الشوارع، والله في الشوارع، سامحني في الكلمه دي، في الشوارع. انا قدام مصحات تونس ملوحين قدام مصحات، اليورو ب 10 دينار كان في فتره رئاستنا للجنه، ولا تو اليورو قاعدين تشوف فيه في السوق السوداء ب 7 دينار. بالله منين بيجيب السده؟ يقول له 30,000 تونسيات هنا، منين بيجيب اليورو هو؟ والله منين بيشريه ب 10 جنيه اليورو؟ لكن اعطيت انت للجماعه هذوما وفركست الخطه نتاع بنيه المرصوص. لا ما فركستش يا استاذ احمد، انا ما نقدرش نسيب واحد احنا دم ولحم وناس نشوف فيهم قدامنا. بالله يعني بيجيني بو الهادي، والله بو عبد الخالق، والله ولد عمه، والله اخوه، والله وحده، وبوه ملوح في مصحه في تونس، والله ملوح في تركيا، ويزرزروا فيه من تركينا، واني بنسيبه. هذه فلوس دوله ليبيه. ما هو سيبت جماعه في النهايه يعني. هذه فلوس دوله ليبيه، ما هنش لا فلوس سينية ولا فلوس الصديق محافظ نصر في ليبيا. في ناس تغتنى من وراء طبعا عبد الهادي وعبد الخالق. طبعا طبعا فيه في هذا، من حرب التحرير موجود، من حرب التحرير موجود، من دار حرب التحرير، من حرب التحرير. ما نقولكش اشخاص معينه، لكن موجود الاختلاسات هذينا. وفي انت مش حتقول اشخاص معينه للاسف، عبد الخالق للاسف ان في حتى يعني تعاون مع في دول ثانيه مع مستشفيات ومعك، وتحايلوا على الجرحى ونسرقن فلوس ليبيا يعني، راحن في الهواء.